أصيب عدد من المدنيين بينهم أطفال بقصف شنتهم للشرحوت الإرهابي على قرى شمال غرب منطقة حجر في محافظة الضالع. مصادر محلية أفادت أن قذيفة هامون سقطت على منزل المواطن عادل إسماعيل الواقع في بلدة قروض بمنطقة حجر، نتج عنها إصابة عدد من الأطفال بإصابات بليغة. وصعدت ميليشيا الحوثي الإرهابية من شن هجمات بالقذائف والطيران المسير على القرى والمناطق القريبة من مناطق التماس خارج سيطرتها.